أخرى كثر عليها الكلام في وسائل الإعلام وغير وسائل الإعلام، وهي دور حزب التحرير في أحداث قرقنة. لوجنا على أحد أعضاء حزب التحرير المحليين باش نعرفوا شنية الحكاية ومدى تأثيرهم على الأحداث. موقف حزب التحرير، ما يجب فعله الآن في الأزمة الحالية؟ احنا قلت لك من الأول عملنا واضح وبين، احنا رحنا فقط نكشف المؤامرات اللي قاعدة تصير ونبين هذا عد الإسلام شنو. مثلا كعطيتك طوب مثال الثروات، قولوا لهم الثروات الإسلام كيفاش ينظمها، كيش يوزعها، شوف النظام الرأسمالي كيش يوزعها، فهذا ظلم وهذا عدل، هذا هو هذا دورنا، ما يخرجش على هذا بتاتا. علي ما تشاركش كي تبدا اولاد قرقنا في اذا فما مواجهات كيف تخليهم يتضربوا وحدهم، تخلي الشباب وحدهم. قلت لك حزب التحرير ما يشاركش في الاعتصامات وما يضربش وما يقومش بالاعمال الماديه البته، وهذا ليس خوفا لا من الانظمه ولا من الحكام، هذا تاسي بالرسول صلى الله عليه وسلم، لانه في الدعوه المكيه نتاعو في بدايه قبل قيام الدوله ما كانش يمس حتى صنم، معناها انت ما كانش يمشي لدور الخلاء والناس والذعاره ويمشي يكسر ولا يمشي يعمل بتاتا ويراهم قدامه. معناها سي فتحي انت في مرحله واعد لهم ما استطعتم من عده؟ لا لا هذا قاعدنا، هذا تأويلك لا انا نفهم، قلت انت في العهد المكي للدوله الاعمال الماديه تقوم بها الدوله، احنا ما انت كحزب تحرير قلت لي لم يحن الوقت ونحن ندعو فقط فكريا، لانه معلش ما تدعي، قلت لك اذا ولاد قرقنا مثلا فما مواجهات امنيه، هل تخليه وحدهم انت كحزب تحرير بعد ما انت نظرت عليه وقلت انا نرشد فقط؟ ايه ترشد انت، ايه تخليه وحده يواجه. انا نمتنع على كل عمل مادي، لا تكسير ولا ضرب حجر ولا اي شيء. لا ما قلتش كسر حجر، قلت اذا واذا في ادبياتنا واذا وقع الاعتداء عليك بالامن نصبر. اخي ما اعتدوش علينا الامن، ما اعتقلوناش، انا واحد من الناس اعتقلوني حتى بعد الثوره، ما زبلوني بعد الثوره، ورغم هذا رديت ساكت ما ردش، نصبر كما قال سيدي النبي صلى الله عليه وسلم اصبروا. هذا صبر اهل ياسر وقت اللي تعذبوا في مكه، اش عمل صبرا اهل ياسر فان موعدكم الجاي، اش عمل شد فعل. فاحنا نصبر على اهلنا، نصبر على ناسنا، ان شاء الله ربي يهدي السياسيين والاعلاميين اللي قاعدين الان يتبكاوا على استعمار حقيقه. يعني انا والله نسمع في الاعلام شيء رهيب من كذب وبهتان على اهل قرقنة، ما تعممش حتى على حزب التحرير، ما نعممش، لا فيهم شرفاء، هذا حق يقال فيهم شرفاء، لكن والله صدقني شيء ينده له الجميع اللي قاعد يصير. يقولوا في الاحداث الاخيره اللي جابوا فيها 2200 ولا هي البتروفاك ساهمت بسهم مساهمه كبيره في جلب الامن، هذا باش يكسرونه وباش يدقدقونه، ورغم هذا فهمتي ولا الكذب، قالوا حرقوا مركز شرطه طلعطايه وانتم ما تعرفوا الاعلاميين. نعم فماش كذب ثلاث مرات في القناة الوطنية والقنوات الخاصة، واحنا نقول لهم راهو غلط، ورغم انهم حطوا دبوس الغاز باش الإشاعة الجار وتتفرقع، باش يقولوا راهم اهم يكسروا ويعملوا كذا وكذا. هكا قاعد تتهم انت الان؟ شكون نتهم؟ لا انت قاعد تقول حطوا، من شكون حط دبوس الغاز؟ حط دبوس الغاز قناه، الناس قاوها وهذه مشاهدات موجودة. لا نسال فيك انا، معناها كيما ما نحبوش نتهموا ناس، كيما الناس عست على المركز باش ما يتحرقش، هاوني هذه عينه. هذا صحيح. عست على المركز باش ما يتحرقش، رغم كل هذا والاعلام عوض انه يجيب يكشف يعطي الحقيقه هو يكذب. ليش؟ والان يقول لواحد من 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 الاعلاميين البارزين، يقول هذوما حثاله او هذوما فهمتي ولا قطاع طرق، بربي انت تو جيت من قرقنا قصيت قرقنا على طول. قطع طريق موجود هنا كل جمعة، تونس كاملة فيها البركاجات، إلا البلاد هذه ما فيهاش حتى بركاج. فما اللي يقول مبالغين في تأثير حزب التحرير، أنتم مجموعة صغيرة ولا أنا غلط؟ هو كان الآن وقع التضخيم، تضخيم أنه حزب التحرير وراء هذا الأحداث، وإلا في المنطقة اللي فيها نحن تقريبا على الأقل. إيه وقع التضخيم وتضخيم إعلامي، فهمتني ولا؟ صحيح ما ننكروش أن احنا عندنا تواصل بأهلنا، وإحنا يعني أهلنا يقدرونا من 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 مليتة إلى الآن، الكل يقدرونا ويحترمونا، هذا حقيقة. إلا أنه ما احناش بالمعنى بالكثرة الكبيرة ياسر، فهمتني ولا، حتى يقال أن احنا فهمتني ولا قدنا كذا ولا قدنا، لا احنا فقط كما بينت لك دورنا فقط توعوي. باهي توا من خلال هالتجربة اللي ما نقولش فماش، معناها فماش أمن وفماش حضور أمني، مرتاح أنت من الحكاية هذيا؟ والله الامن في 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 منظورنا الاصل فيه ما يبقاش حتى شعب بدون امن، ولا يستقيم شعب بدون امن. حتى ربي سبحانه وتعالى في سوره معروفه، السوره المشهوره اللي هي قصيره، امنهم اطعمهم من جوع وامنهم من خوف، نعمتين بينهم ربي سبحانه وتعالى من اكبر النعم. هذا ما يجيش يقول لك انا ما نحبش الامن، حتى واحد ما يقول ما نحبش الامن، لكن اي امن شفته؟ الامن يسبق العدل، يستحيل انه يكون امن بدون عدل. فانك تامن الناس على ارزاقها وتامن الناس يعني توفر لها كل حاجياتها
حتى تأمن عليهم، لأن الأمن مش أمن معناتها فقط مهم الآن تو كي الدولة هذه حقيقة يعني مهمش الناس. شو البحر؟ البحر راه تلوث، البحر ولا طاقة الاستيعاب غير قادرة. وين حلولك يا دولة؟ سماش وين هي الحلول؟ الحلول اللي اقترحوها وربما معناها في الساعات القادمة تتبدل الأمور، هل هي حلول جيدة حسب رأيك؟ أنا نسميها كلها وعود كذبة، وبدليل أن من بعد الثورة كل الحكومات المتعاقبة توعد وتكذب، وهذه حقيقة. حتى الميتين ما يسمى بالآخر الأحداث اللي صارت هما وعدوهم وما وفوش بالوعد متاعهم، هذا واضح وبين وتعرفوه أنتم كعلميين. بارك الله فيك. ترى في 5 سنين برشا حكوميات شكون مازالت تزيدوا برشا، مازالوا يزيدوا برشا. ماني قلت لك اليوم هذاك، قلت لك المشكله راهي والله صدقني. مش تجيونا انتم بفرح كل شيء كنتم. لا باذن الله. انت شفت؟ لا لا صح صح يا سي صحيح. الرسول صلى الله عليه وسلم تعرفش قال ولا بعد الحكم الجبري ثم تكون خلاف على منهج النبوه، يحب ولا يكره. اي مش معناها حزب التعليق يا اخي رسول الله. يا اخويا تكلم عليكم برا من 48 بغيت معاك يا سيدي بيجي برا من الخلاف. انا معاك شو اسمه المفيد اذا قلت انت في شاد عندك مشكله مع حزب التحرير انت؟ ما عنديش انا اقول لك راهو ارجع للتاريخ راك عندكم اخطاء في القضيه الفلسطينيه تهمني. ما قلتكم عندنا قضيه ما اخطاء انت تسمع فيها راهو انت مازال يدافع عليها القضيه هذه. انا نقول كلمه تغشش برشا. انتم طبعتوا على اسرائيل انتم قلتوا ما تضربوش الكيان الاسرائيلي ما لم يحن الوقت من 48 تقولوا لنا هكا في فلسطين. التحرير الفلسطيني يتم كان بالجيوش والعمل على يا ولدي انا نموت وحدي يا ولدي نموت ما تغتصبش ارضي سايب عليك. قال له الاعلام الاعلام الناس الكل تنتقد في الاعلام اما كل واحد من زاويته. بيترو فاك مشكله عالقه منذ 8 اشهر وغياب الحوار هو اللي ادى الى الوضع المتازم هذا، وحكومه الوحده الوطنيه منذ توليها القيادة انكبت على هذا الموضوع. وضعية كمين بوليسية فهمتي لا معناها هذيك ملوحة، وفما 8 كمين نتاع بيتروفاك اللي معبيين يعني بالغاز. سمحني يلزم الدولة بالغاز سمحني تنحي القضايا ضد المحتجين باش تحب تسمعني باش تعرف الحكاية. اسمع فيك سي مونجي يعني انت الجزيرة ما فيهاش أمن، يعني ما فيهاش مقتضيات الدولة في معناها ثم مراكز نتاع تحرقوا وقت الثورة ما رجعوش، والمراكز اللي رجعوا سكروه، يعني ما ثمش امكانيه لممارسه العمل السياسي، لانه هذه مش تولي انت اسمك زاده باش تمارس العمل السياسي تجيب ناس عندهم عضلات مفتوله ولا غيره، والاغلبيه الساحقه من اهالي قرقنا الجزيره الجميله الواديه الهادئه الوطنيه هما نفسهم حسوا روحهم متروكين. اليوم في موضوع بيتروفاك موضوع ما ينجمش يفرح مش فقط الحكومه اللي ما يفرحش حتى تونسي، اليوم يلزم تكون عندنا خدمه على انه بلادنا نسوقوا مش فقط نص قانوني كما حكينا على مجال الاستثمار أو منظومة تحفيزية للمستثمرين، ولكن أيضا يلزم نسوقوا الوجهة التونسية كبلاد مستقرة كبلاد تحترم القانون. في الجمعة الأخيرة قبل نهار 25 سبتمبر كثرت الاتصالات باش تتحل المشكلة. كاميرا في الصميم ما خرجتش من قرقنا وعاشت الساعات الأخيرة قبل الاتفاق وبدون رتوش. وقت اللي الوفد الحكومي كان في مقر ولاية صفاقس كنا نحن مع مكونات المجتمع المدني وخاصة منهم الشباب في قرقنا. نتاع التلفزه موزه اللي راه مش لحد شك في الاعلام نسيت برشا اعلام واش نازل سامحني في الكلمه فماش 99 انا واحد منهم فماش نازل سيتي كومباني سيتي كومباني اللي صار فماش اعلام فماش اعلام هاي تحكي معايا نحكي بالكاميرا الكلام هو بيدو لا يشوف مش ناس خايفه من الكاميرا راه الناس خايفه من بعض الكاميرا خاطر لاحظنا انه كل مره واحد فينا يدخر ولا مش يعطي تصريح ولا مش يعطي حاجه ثم برشا قصار ثم برشا مونتاج ثم كلام يتختار ثم كلام يتقارش ثم كلام ينقص ويخليك تمشي السونس اخرى نتاع الكلام معناتها حتى الكلام نتاعك اللي مش تقوله
يجموه بعض بالمونتاج يجم يوجهك لحاجه اخرى. هذاك علاش راه الناس كلها هربوا من الكاميرا. شوف تو نحن في اليوم نهار 22 هكاك ونهار خميس وكما تعرف نحن نصوروا في البرنامج على برشا مراحل. تنتظر حاجه من اجتماع صفاقس اليوم؟ والله احنا نقولوا ان شاء الله ويدينا محلوله كمعتصمين وكهالي جزيره قرقنا. ما طلبنا يظهر مشروع ومناش قاسين طالبين حاجات مستحيله من الدوله ولا من الشركات البتروليه. ان شاء الله نوصل اتفاق. احنا قدمنا برشا تنازلات ان شاء الله الدوله والشركات البتروليه زادت تقدم شويه تنازلات. تنازلات تو نسمع تنازلات يقول انا شنو هي التنازلات اللي قدمتها؟ والله السقف المطالب نتاعنا. انتم كنتم مطالبين انه تتنحى التتبعات العدليه. احنا ماناش طالبين كان اللي نعرفهم المطالب من سبع معناها برشا حاجات تحققت. في الظاهر برشا حاجات تحقق، اما ثم برشا حاجات ما تحققش. ثم برشا حاجات تحس بهم في الصياغه نتاعهم، تحس ثم برشا قنابل موقوته في وسط الصياغه. معناتها كي نحكيو مثلا على صندوق التنميه 2.7 اللي يسمع المبلغ هذا يقول والله مبلغ كبير ياسر ويجم يحقق طلبات الجزيره. وقت السوم هذا ماهوش كبير ياسر، خاطر الزوز مليارات و700 اللي تحكي عليهم اليوم الوزاره وتحكي عليهم الشركه البتروليه يكونبري في وصل منهم السالير نتاع جماعه نتاع العمل البيئي. معناتها على الثلاث سنين هذوما، معناتها في الاخر مش يقعد مليار و200 ولا مليار و100 راهم يعملوا حتى شيء. حانوت كافتاج في باريس. باهي مش حلو حانوت كافتاج. حاجه اخرى راهو قرقنا من سيه من قبل وتراكمات نتاع برشا انظمه سياسيه جات، معناتها ما عملتش حتى غزره الجزيره هذه. الجزيره هذه راهي بلاد فرحات، بلاد لحيب عاشور. اليوم نحس انه بالحق الاقراق ما كل قاسين نحس ان احنا السلطه والدوله، مش الدوله راه نحكي على الدوله، معناتها الناس اللي تحكم فينا نحسوا روحنا كاننا قاسين السلطه التنفيذيه. السلطه التنفيذيه نحسوا روحنا كاننا قاسين تعاقب فينا على النضالات نتاع فرحات حشيد ونضالات لحيب عاشور. معناتها هذا اش حاسين احنا. كلمني السيد الوزير مباشرة وبلغني سلموا الوقت متأخر وإحنا بر وبحر وصعوبة التنقل صعيبة ياسر، معناها وما نجموش نلحقوا على الساعتين الجلسة الأربعة باش تاخذ 3:30 بابور 3:30 باش نوصل مؤخر من ناحية. وشوفوا موقف منظمة سي عبد الكريم اللي هو المفروض يكون هو في ترتيبات الاجتماع ما عندوش علم بحد شيء. هذا ما نجموش احنا سي عبد الكريم الجواب، انا معناها نسبك ولا سي نادي بجمع الكابتن عبد الحجاوي، ثم هيكله، ثم يرارشي في الاتحاد، ما نجموش احنا ما نتجاوزوا بعضنا، احنا ننسقوا مع بعضنا. وفي كل الجلسات السابقه كانوا في نسيق معاهم ومع الاخوين البحاره ومع الاتحاد العام بشكل عام. ما نجموش احنا تون كل واحد يعطي خاطر تو هما كانوا في الاثناء يعني يتصلوا يوميا بشعب الكريم، ما ثماش علاش اليوم ما يتصلوش بيه ويقولوا له معنا عندنا جلسه. كانوا يتصلوا بيه وقالوا عندنا جلسه، راهي الترتيبات تصير وما ثمش حتى مشكل. احنا ينكور احنا ماناش مقلقين، احنا وقت اللي تحضر العباد وتعمل وتجيب حل مش مقلقين. في بالك احنا مقلقين، احنا نبحثوا على حل في 10 شهور وكيف باش نلقاو باش يجيبوا عباد نقول لهم لا، نقول لهم يعطيكم الصح وبرافو. واخيرا جانا الاخبار، قالوا الوفد الحكومي مش يوصل بعد سويعه للبورت. مشينا نجريو باش نكونوا اول اللي يعرف الاخبار. استنينا شويه في البورت حتى لينجل بطاح ومعاه الوفد الحكومي. بدون إطالة اقبل الوفد الحكومي أنه كاميرا في الصميم تحضر المفاوضات، وهذا طبعا كان برغبة أيضا من مكونات المجتمع المدني. اكسكلوزيف في الصميم عندي 6 شهور نصور في البرنامج. برنامج نتاع تاع الصميم في برنامج. انا جيت مره نتبع نتبع 6 شهور في الحكايه. وبيصير تبعت برشا الحكايه نتاع اليوم. قربنا للحل ونحن في الليل، خاطر هذا البرنامج يتحط بعد ما يتحل. قربنا الخمسه سي بون. عمرنا ما كنا قريبين كيما تو. معناها ما نروحوا الا معنا الحل. اون جامي ايتي اوسي بري. لي سوليسيون. <تصفيق>
يجيوا الليلة في ساعة متأخرة تقريبا 10:30 القرقنة، هل هو اعتراف أن الحل يقع فقط من قرقنة ومن خلال أهالي قرقنة؟ نحن اعتبرنا الجلسة هذه ولا قدوم الزوزوزارة هذا من قرقنة يعني بمثابة معناها جلسة متاع رد اعتبار لأهالي جزيرة قرقنة بعد اللي صار معناها في قرقنة وبعد الخيار الفاشل والسيء اللي انتهجته الحكومة السابقة. هو جست، لكن الجست الأهم منه أنه نوصله معناها الاتفاق حقيقي يضمن معناها مطالب أهالي جزيرتنا وبحارتنا وبطلتنا ومستقبل معناها أصغارنا في التنمية وفي التشغيل. وأنا نسلم على سي محمد رابلسي، خطر عندي جي 10 سنين مشفتوش، قال لي تقريبا وصلنا للحل. احنا حسب الليزيكو مع الجلسة اللي صارت اليوم في سفاقس معناها ما كناش حاضرين فيها، حسب الليزيكو كيف كيف نقولوا تقريبا معناها وصلنا للحل. ان شاء الله الليله نكملوا مع بعضنا نشوفوا شنو هما النقاط اللي توصلنا لهم، واذا فهموا معناها نقاط مازال خلافيه نحاولوا مع بعضنا نذوبوها. نازلوا على حقنا في 9 شهور، رغم ان فما برشا عباد كرواتها مش خالصه وعباد مدينه وعباد عايشه بالكريدي 9 شهور، اما كي يوصلوا طيحونا الشطر 5 مليارات يا خويا اعطيني فلوسي انا 9 شهور بتاعي ما كانش مش خدمه مشاريع. عندك حق، كيما العباد الكل احنا كي سكتنا العباد على اساس ضحينا على خاطر البلاد، مش تاخذوا 10 مليارات في الصندوق التنميه يا خويا خليها مثال شد بحبه، اما ما دامهم 5 برك اعطيني مشارينا. السهرية طالت والنقاش طال، ونحن نخليكم تتبعوا كالعادة بلاش رتوش. اتفقنا أنه هذا الحل يكون مع بعضه، كل شيء نعمله مع بعضه، كل التشغيل، التنمية، الأمن، عودة الشركة لنشاطها، تسوية أوضاع الشباب اللي هم معناها محل تتبعات، كله ناخذوه على أساس أنه بقيمة واحدة كله مع بعضه. وتم صياغة مقترحات، المقترحات هذه كنا على أساس باش نشوفها في اجتماع في صفاقس يوم 17، واحدة حدثت إشكاليات وكانت عندهم تخوفات ممثلي الأخوة المعتصمين، تخوفات أمنية احنا نتفهمها، ما قطعناش حبل التواصل سواء بالتليفون الى عن طريق الاتحاد، عن طريق سي محمد علي عروس، عن طريق يعني الاكثر سنة المتزوج اللي عنده كون تعملوا غمبارات وانا بعد اخوة البنات تنزل على الفلسة ربنا يطردوا خليهم. فما الناس معتصمة قدام وزارة التشغيل من القزم من فيفري من فيفري اللي ياخذين في خيمة، معناتها على خاطر هو جاء تصمم قدام الوحدة هو أحق من غيره باش يدخل يخدم في الوظيفة العمومية، مش صحيح. مش نفس الكاسية، لا 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 فهمنا راهو أوزر من صح معك اتفاق وضو طيب المحكمة الإدارية راهو فما قانون مش نحكيو على نفس الكاسية. قانون كان في الحكاية هذه سي زياد يهديك يهديك ثم قانون في البلاد. أنا 2015 مصحح محضر جلسة مع سيد وزير الشؤون الاجتماعية اللي امبارح وقتها، ونستنى 2016 وقتاش يصير باش الامور تتسهل، ما سهلش ربي بعد 8 شهور وانا نحارب على الحكايه هذه وندافع على حقي. لا لا خل نفسرلك عادي، زيد نستنى دابا سنين اخرين. شوف حطينا الكريتير الاقدمية والشهادة ومن عشو كذا، حطينا كريتير كل عام بمدرسة ريفية فعود بونتو بثلاثة بونتو مثلا واتفقنا عليه. ترى يا جماعة الكل ولا ثمانية اللي هما خدموا في الأرياف طور وحم في الكريتير كذا، انتم عملوا لنا كريتير تاخذوا فيه هذا الكل، تحبوا تعملوا بونيفيكاسيون للناس اللي نشطوا كذا كل شيء نشطوا تعملوا بونيفيكاسيون انه مش سنين فهموا شكون اللي عاملوا له بعد الخدي تو العام الجاي نعاودوا نفهموا شكون اللي عاملوا كل شيء شيخنا خدمه كله مع بعض. الحاجه تو الثانيه اللي ما عندهمش شيء اللي ما عندهمش شيء اللي هو ها أو اللي عنده شهادة يحب يضمن الحل هذا مثلا اللي هي باش نكونوا شركة عمومية، لا تبع عمومية
شركة تنموية خدمة وتنمية ديال سبعة عمومية ما هي شكل العمل الدولي يعني الكابيتال بتاع الدولة الكابيتال بتاع الدولة وتخضع للقانون انت تعرف المؤسسات العمومية كيما السيف كيما السونين كيما الشومينو عندها المهم ستاتيو جينيرال عندها المهم تخضع للقانون العام للمؤسسات العمومية ايش قول؟ ها؟ ايجار معناها مؤسسات جديدة نفتخروا بشبابكم يعني طبعا احنا انا على الاقل من زمان غادرت هذا الشباب يعني سن الشباب انت ما زلت بقايا شاهد واحد انا ولكني اعتز باني اجتمعت بشباب في مثل هذا الوعي في مثل هذا الحس الوطني ومثل ماشي وطن بدون انك تحس بانتماك انتماء الوطن يمر حبك حبك لمنطقتك حبك لعائلتك حبك للمنطقة اللي انت معنا عشت فيها حماة الحمى يا حماة الحمى هلموا هلموا لمجد الزمن لقد سرقت في عروقنا الدماء نموت نموت ويحيى الوطن. الحكاية متاعنا الليلة وفات نهاية سعيدة وبداية لتجربة أخرى أثبتت أن الحوار هو الحل. C'est un bon exercice لنا الكل. D'accord. وكن كنقولوا راو نحنا أنا ريانا كشيء. تدي ليتا دولة. الدولة ما أنت متخب. هاو الأمن. هاو سيد معد مادة أو سيد الوزير. وهاو الشباب. هاو اللي جايب شارت واللي جايب كسوة واللي جايب الزي الرسمي. تبقى حاجة واحدة كالعادة. كاميرا في الصميم. كاميرا تحاول توري الحقيقة بلاش رتوش والكل في الصميم. من جديد رحبوا بمشاهدات ومشاهدي تلفزة تي في بعد ما شفنا مع بعضنا هذا التقرير الطويل من برنامج في الصميم من جزيرة قلقنا. قد نكونوا نحن ما نجمناش وما وفقناش أن نجمع كل الأطراف. حاولنا أيضا بعض الأطراف اللي عندها علاقة مباشرة بالقضية رفضت أنها لأنها الحقيقة بعض الأطراف حطت شروط حتى تشارك في البرنامج إلا نحن طبعا كعادتنا نرفض أي شرط. يعني الوزير مرحبا بيك من جديد بعد ما شفنا التقرير كنت كنت جزء منه لأنك كنت موجود في كل مراحل اللي المرحلة الكبيرة في مرحلة التفاوض ونشكرك أنه تركت الكاميرا بكل شفافية تصور الجلسة اللي جمعتك بمكونات المجتمع المدني في قرقنة. اليوم التوانسة منقسمين ما بين برشا ناس فرحين أنه عادت الحياة وعادت شركة بتروفاك إلى العمل من جديد وما بين ناس يقول لك ليه يا أخويا اليوم أنتم خليت الدولة تضعف ضعفتوا زدتوا من تضعيف الدولة وكل مرة تطلع لنا حكاية كيف نكا ونمشي ونقول لهم خذوا أكثر مما استحقوا حسب بعض الناس. أولا معناها لا أرى أنه إطار وضع المشكل في إطار تنازل ودولة ضعفت وشكون ضعفوا وكأننا معناها في صراع مع دولة أخرى هذا يعني الإطار ما هوش أعتقد ما هوش صحيح. إطار صحيح هو أنه ثم مشكل عنده 4 سنوات زاد تعمق منذ جانفي 2016 القطيعة وقعت ما بين شباب كما في كل مناطق البلاد ثم الحالات هذه يحتاج من أجل عمل من أجل كذلك مواطنين وأهالي متعاطفين مع المحتاجين الطالبين العمل ويطالبوا في التنمية ما كانش ثم حوار كانش أو حوار على الأقل متواصل وعلى قاعدة يعني أجندة ووضوح. فلما جاءت حكومة الوحدة الوطنية من قبل حتى ما تقول بيتروفاك اللي هي مش تغلق
اتفقنا، وكانت يعني رئيس الحكومه كان واضح في هذايا وطلب انه نتحركوا من اجل ايجاد حلول للاشكالات هذه وللبؤر اللي فيها توتر وفيها مشاكل. فعلا مشيت القرقنه ليله العيد وتناقشت مع الممثلين عن المعتصمين وعن الاهالي وسمعناهم، ثم اجتمعنا كمعنا بعض الوزراء المعنيين بالامر واقترحنا عليهم حلول، وقع معناها ربما بعض التعديلات بمعية الاتحاد العام التونسي للشغل وبنجم تقول حضور وعمل كبير بارك الله في الاتحاد العام التونسي للشغل، وصلنا الى اتفاق ما فيش تنازل ولا فيه الكلام هذا نعتقد مش صحيح وما يزموش يقع وما يزموش يتحط في هذا الاطار. هذا الاتفاق هناك مطالب مشروع، هناك مشاريع معطلة، اللي عملناه هو أننا وصلنا إلى وفاق حل وسط يستجيب ربما للوضع الموجود عليه قرقنا، واللي هي تراكم لمدة 4 سنوات ما تحلتش القضايا، زاد تراكمت شوية، وبمقتضى هذا الاتفاق تم عودة الشركة اللي كانت مش تمشي وكانت ربما مشي عندها انعكاسات وخيمة مش فقط على قرقنا ولكن على البلاد وعلى الاستثمار في تونس وعلى سمعة تونس، إضافة إلى الغرامات ربما والكلفة المادية والمالية الكبيرة اللي كنا ممكن ندفعوها، في نفس الوقت أيضا تعود الحياة الطبيعية والأمن إلى جزيرة قرقنا اللي الأمن مع الأسف غادرها مدة 9 أشهر، وطبعا هذا وضع غير طبيعي وغير مقبول، واستطعنا أن نجد وفاق. لا في تنازل ومن هنا وتنازل، لا هو أهالينا ناسنا أولادنا وجدنا معهم حل، وهم كانوا بارك الله فيهم أظهروا من المرونة ومن الاعتدال في المفاوضات في الجولة الأخيرة من المفاوضات، بما مكننا من أنه نوجد حلول ولو على مراحل، لكنها تفتح أفاق وتفتح أمال لهؤلاء الشباب، وتفتح أيضا أفاق وأمال لمواطني قرقنا لتفعيل المشاريع المعطل والمشاريع اللي ما تعملش. سيد الوزير، من القضايا التي طرحت أثناء المفاوضات في الليل وكنت أنا حاضر معكم هي قضية مدى التزام الدولة بما وقع الاتفاق عليه، معناها فما قبل كانت وعود وذكروها لك الشباب وانت كنت متفاهم الموضوع هذا، ذكروا لك يا أخي مش أول مرة الدولة تلتزم معانا مع في قضايا التنمية وفي قضايا أخرى ولكن ما وقعش التنفيذ. ما الذي يظلم؟ شنو الحاجة اللي تخلي اليوم معناها نقولوا ما نحبش كلمة نصدق ولا نقولوا هل فعلا مش يقع التنفيذ، وما هي الآلية لمراقبة تنفيذ هذا ما وقع الاتفاق عليه؟ أولا نحن حكومة جديدة وحكومة انبثقت من حوار واسع بين مكونات عديدة اجتماعية وسياسية ومجتمعية، خلينا نقول بصفة عامة، هذا يعني هذه الحكومة انبثقت من هذا الحوار، يعني هي شرعيتها من الانتخابات ومن اللي حصل في البلد معناها منذ 4-5 سنوات ومعناها قوانين ديمقراطية، ولكن أيضا تستند إلى هذا الحوار أيضا الذي دار بين مكونات عديدة وأفضى إلى وثيقة قرطاج. إذن من باب أولى وأحرى هذه الحكومة التي انبثقت عن حوار، وحوار واسع فيه الناس اللي موجودين في السلطة التشريعية والناس اللي مش موجودين، باب أولى أحرى أن تفتح حوار تعطي مثل وتكون امتداد هذا الحوار لهذا الحوار الذي أفضى إلى انبثاقها، أن تفتح حوار مع المكونات وبصدق، ما هو ممكن ممكن، ما هو مش ممكن ما نجمش، ما عنديش عصا سحرية. وفعلا لما الناس جرب أنه هذه العلاقة الجديدة هذا التواصل الجديد ما بين المجتمع المدني والحكومة، بين يكرس هذه المصالحة التي ننشدها ونريد أن ندعمها ما بين الدولة والمجتمع، والتي كانت تعرف أنت كانت في أزمة في العلاقة بين الدولة والمجتمع وهذا أحد مبررات الثورة، ولا تزال نعم يعني نعم ولكننا نريد، لا هناك تقدم حصل والناس انتخبت والناس صوتت وكذا، ولكن أكيد نريد أن نسير قدما أكثر فأكثر نحو هذه المصالحة بين المجتمع والدولة، من خلال شنو؟ من خلال الشفافية والمصداقية وعدم تقديم الوعود ربما التي لا يمكن لنا أن نفي بها. ووجدنا من هذا الشباب الوطني أعتقد من أهالي قرقنا نشكرهم ونحييهم، وتحولت مع زميلي إياد الدهماني ووجدنا كل الحوار ووجدنا حلول، هي حلول ما هيش سحرية، هي حلول
ممكنة باعتبارها مقسمة في الزمن وباعتبار تفهم كما قلت لك الأطراف الأخرى. وأيضا هناك شركة عندما تعود ستساهم لأنه هذه وقد الشركة عادت للعمل يعني. نعم ونزمنا نقوله للشركة هذه اللي فيها ثروة وظيفتها مش فقط اقتصادية. الشركات والمؤسسات يجب أن توازي ما بين المسؤولية الاقتصادية والاجتماعية. والمسؤولية الاجتماعية هذا معمول به في الولايات المتحدة في كندا طبعا في كل وفي أوروبا وفي كذا. نحن نريد أن أيضا ندفع في اتجاه هذه الخيارات وهذا التوجه من خلال أن تكون المؤسسة تلعب دور دون أن يكون لهم تأثير سياسي. وأعتقد أنه في الحالة متاع قرقنا لعب الدور السياسي شيئا ما. كيف ذلك؟ تأثير المؤسسة الاقتصادية في دعم أطراف سياسية وفي تقريب نحن وهذا موجود في الفيلم وكان يعني شوف أنا بقطع يعني النظر أنتم يعني في الفيلم صحفيين وعندكم عينكم تشوفوا بها ربما يعني اللي تحبوا تشوفوا بها به. ولكننا نؤكد أننا عندما تسلمنا هذا الملف وتفاوضنا لا ما وتحاورنا مع مكونات مجتمع مدني على الفترة الأخيرة نحكي لك على امتداد الأزمة. كان للمؤسسة الاقتصادية دور سياسي معين أو حق أنا كما قلت أنا أحكم على الفترة اللي أنا تنول أي اللي عندك حق أنت وجدت تفاهم من جميع أطراف ومن حتى من الشركة ومن الليتاب ومن وزارة اللي شاركت معنا وزارة الطاقة وزارة الداخلية وزارة السيد كما قلت لك الدهماني كل وزارة التجهيز لعب دورا أساسيا وزارة التجهيز سيد وزير التجهيز يعني الحقيقة عندما يعني تناولنا الموضوع تناولناه كما قلت لك من جوانب متعددة وهذا الشيء اللي خلانا مش من جانب أمني فقط ومن جانب اقتصادي ومن جانب أمني واجتماعي واقتصادي واستطعنا أننا نجد حلول ونحافظ على مواطن الشغل التي كنا سنفقدها لو رحلت الشركة. صحيح 250 تقريبا مواطن شغل. آخر سؤال سيد الوزير اليوم الملفات معقدة وكثيرة جدا قرقنا وغير قرقنا وأعتقد أنه الأيام القليلة القادمة ستحمل ملفات أخرى تحتاج إلى حلول سريعة وأيضا المواطن معاش نجم يستنى برشا يحب يعيش يحب. هل تعتقد وأنت تجربتك النقابية وتجربتك الاجتماعية واليوم أنت عضو في هالحكومة في مصدر القرار هل تعتقد فعلا أنه بإمكان هذه الحكومة أن تحل المشاكل الاجتماعية العاجلة على الأقل؟ شوف عندما نصارح الناس بما هو موجود وعندما تكون علاقتنا فيها الكثير من المصداقية والشفافية والصدق الناس كل مسؤول على البلاد ولذلك علينا أن نضع كل المشاكل وكل المعطيات أمام كل المكونات السياسية والاجتماعية في البلد وخاصة شركاء الحكومة اللي هما في وثيقة قرطاج وحتى الذين لم يلتحقوا بوثيقة قرطاج كلهم نضع كل المشاكل بكل شفافية كل المعطيات بكل مصداقية أمامه ونطبق هذه الديمقراطية التشاركية. صحيح ثم انتخابات وثم صراعات سياسية جزء من اللعبة الديمقراطية ولكن أيضا البعد التشاركي حتى لو كنت في المعارضة وهذه الديمقراطية الحقيقية فأنت لك الحق أنك تعطي رأيك وتعطي رأيك على أساس معطيات صحيحة وكتكون أكثر مسؤولية. إذن ما عندناش حلول سحرية ولكن لو نقعد مع بعضنا الناس كل ونصارح الناس بما هو موجود في كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية وكله ويكون هناك حوار فعلا هادف ما بين جميع المكونات كما قلت لك معناها ممكن أننا نتدرج شيئا فشيئا نحو إيجاد الحلول. نحن شعب ذكي ونحن شعب راهن على العنصر البشري منذ ومن قبل حتى الاستقلال الشعب التونسي معروف ف يعني لا يمكن أن نفوت هذه الفرصة فرصة وجود مؤسسات أو عملية بناء مؤسسات ديمقراطية عملية يعني نشر وترسيخ قيم الحرية وحق التعبير وحق المشاركة إلى غير ذلك. هذه أدوات وهذا ظرف مناسب هو أحسن ظرف لإيجاد الحلول. القمع وإلا الحلول اللي تستعمل القوة تكبت الناس وتخليهمش يعبر على رأيهم. صحيح في هذا الرأي ممكن الناس معنا بتفاوت واحد يقول كلام صحيح واحد ربما يقول كلام قد نعتبره معنا خارج الموضوع ولكننا علينا هذا هو هذا الواقع هذا هو الواقع وعلينا أن نتعامل معه وأن نستغل هذا مناخ الحرية والديمقراطية من أجل خدمة القضايا الاجتماعية القضايا الاقتصادية القضايا الثقافية كل ما البيئية كل ما يتعلق بهذا في نطاق حوار
نجد فيه واحد. ولكن في النهاية هذا الحوار يجب أن نسمعك زادة، مش تقول لي حاورتك من أجل الحوار، لا، حوار من أجل أنني أستمع إليك، أن أخذ برأيك. الحقيقة لا 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 موجودة ربما في عنا جميعا، كل واحد عنده جزء من الحقيقة نبحث عليها مع بعضنا، ولكن بعد ذلك هناك قانون وهناك حكومة مسؤولة على تنفيذ المشاريع، وهي التي سيسائلها الشعب والمجتمع المدني أيضا جزء من الحل. أكيد. عدم تهميشه أكيد. الحل مش في الحكومة بركة أكيد. أيضا في أكيد أن نتشاور ونتحاور من أجل الحلول، ثم بعد ذلك الحكومة تتحمل مسؤولياته وثم قانون في البلاد. واضح. محمد الترابيسي وزير الشؤون الاجتماعية، شكرا. فيما يتعلق بقضايا أخرى نحن ما احناش نسينا، مش يزم عنده بترول ولا فصفات باش نحلوا المشاكل، ولكن نحن كما قلت عزيمتنا قوية وتوجيهات حكومة الوحدة الوطنية واضحة من أننا سوف نتحاور ونبحث عن الحلول لجميع المشاكل، ونعول على ذكاء شعبنا ونعول على وطنية شبابنا من أجل إيجاد حلول شيئا فشيئا حسب إمكانيات البلد. واضح. محمد ترابيس وزير الشؤون الاجتماعية، شكرا جزيلا لك، وشكرا لك ولك عزيزي المشاهد. سنلتقي إن شاء الله في الحلقة القادمة من برنامج الصميم، باش ندخلوا المدينة سوسة، مدينة سوسة القديمة، ونحاولوا نكتشفوا الأسرار اللي تقع في سوسة في المدينة القديمة، ونشوفوا شو تبقى منها، شنو يقع في الليل. هذا الكل وكالعادة في الصميم.